نبغى نتكلم كإدارة. نعم. أنت قلت ذكرت أنك غيرت رأيك في الإدارة. طيب هل ما زال رأيك أنه حامد البلوي دائما ينتقد في عمله رغم نجاح الرجل هذا يعني في هذه الفترة؟ والله شوف، أنا زي ما قلت لك، إحنا مع الإدارة عندما تعمل وتجتهد وتنجح، وإحنا ننتقد الإدارة عندما يكون هناك إخفاق أو سلبيات من وجهة نظرنا. بالنسبة لحامد نفس الكلام، في البداية كنت واحد من المؤيدين للتغيير بغض النظر عن الاسم القادم، وعندما جاء يعني حامد أيدنا هذا الكلام. الآن وجهة النظر اللي عندي أنا والاختلاف إنه نادي الاتحاد وفريق الاتحاد لكرة القدم فريق كبير، فريق يعني عليه ضغوط وعليه جهود، مطلوب منه جهود وعمل، لا يمكن أن يدار عن بعد. هذه هي نقطة الخلاف. لا يمكن أنه تجيب، لابد أن يكون المدير التنفيذي، وحتى هذا حتى في اللائحة لابد أن يكون متفرغ لنادي كبير، لأنه ليست مسؤوليته فقط أن يأتي في الويكند ويحضر مباراة ثم يذهب الأسبوع إلى 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 الشمال. أتكلم عن الآن، أتكلم عن الآن، أتكلم عن الآن. لا زال هذه هي نقطة الخلاف. المركز الأول. لا لا، شوف، نقطة الخلاف انه الاتحاد لا يدار عن بعد. حامد لا يزال، هذه النقطة السلبية بالنسبة لي انا، يعني وجهة نظري، لا يزال يعمل في تبوك عمله الرسمي وهو المدير التنفيذي لفريق كرة القدم. انا ما ودي اقاطعك، صحيح ربما هناك مساعدين، بس انا ابغى اشرح لك وجهة نظر الجمهور الاتحادي اللي بعضهم قالوا لي اني اوجه لك هذا السؤال. الفريق ماشي ممتاز وفي المركز الاول، وما زلت على مصر انت على هذه النقطة انه حامد بلوي غير متفرغ وهو عمله في تبوك، هذا إيش حيفيد النادي؟ شوف، هذا يفيد النادي في أنه بعض الأخطاء التي تحصل خلال الأسبوع لا يتم مواجهتها، لا يتم معالجتها، ربما لا تظهر أمام الجمهور. على سبيل المثال يعني في مباراة، خلينا نحكم على النتيجة يا أبو صهيب، إذا ما اختلفنا. تفضل تفضل. شوف النتيجة يا أستاذ حازم، النتيجة انك انت احيانا بسبب هذا البعد، بسبب عدم معالجه بعض الاشكاليات، ربما يتسبب هذا في خروج بعض اللاعبين، خروج اثناء المباراه وخروج حتى بعد انتهاء العقد. انا من وجهه نظري انه اكبر سبب رئيسي لخروج عبد الله المالكي من الاتحاد، وهذا كان معروف قبل بشهور، انه هو غير مرتاح للوضع وللبيئه وللاجواء اللي هو عايش فيها. طيب ربما لو كان هناك معالجه الآن مثلا 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 شوف حتى مباراة أمس كل الناس مستغربين الطريقة اللي خرج بها عبد الرحمن العبود، يعني عندما هو اللي طلب التغيير وخرج مستاء، ما صافح اللاعب البديل، ما صافح، انه اللاعب يعصب، ما اختلفنا، بس تحدث هذه. نعم انا نعم. ما ودي ناخد. تحدث تحدث، انا ما اقول لك ما تحدث الوقت يا ابو صهيب، بس انا اقصد مواضيع في سنة. طيب بس انا اقصد يا حازم، أنا أقصد يا حازم أنه مثل هذه الأمور هي يعني نتائج لأشياء ربما حدثت خلال الأسبوع، لو كان في معالجة لها تختفي على الأقل في المباراة، تختفي من الرغبة الشاملة للاعب. أسئلة يا أبو صحيح، ما زال رأيك عند حامد البلوي نفسه، هذا اللي فهمته صحيح؟ رأي عن حامد البلوي ليس كعمل وليس كشخص، وإنما رأي أن فريق الاتحاد فريق كبير لا يدار عن بعد، لا يدار من خلال المنصات. المدير التنفيذي يجب أن يكون حاضر طوال الأسبوع، يعالج المشاكل الصغيرة والتفاصيل التي تحدث في الفريق.